عدنا مرة أخرى. فكيف تفتح الأبواب المنصادة يا شباب؟ تفتح الأبواب المنصادة بطريقتين. يبقى لو نون جيتد مفيش مشكلة، لو جيتد تفتح بطريقتين. في الدنيا في بواب بتفتح بالكهرباء، فولتج جيتد شانلز، وفي أبواب بتفتح بمفتاح عبد، مش لأي واحدة تفتح، عبد اللي معاه المفتاح، عشان كده يسموها لايجن جيت، للي معاه اللايجن، للي معاه المفتاح. ففي الحالة دي يحصل إيه؟ اشرح كأنك بتشرح الحياة. هل نقول تفتح؟ لا، نمسك اللايجن ونحطه في مكان معين، هنسميه هنا إيه؟ ريسبتور. يبقى لما يحصل يونيون أوف لايجن ويد ريسبتور بيحصل تغير في شكل البروتين. هنا بقى في السيل ممبر يحصل ازاي؟ بيحصل configurational change in protein، تغير في شكل البروتين بحيث تتفتح الفتحة. configurational change in protein حاجة عاملة زي افلام اسماعيل ياسين كده، لما كنت تشوف مكتبة وبعدين يحط مفتاح معين بص تلاقي المكتبة اتغيرت شكلها وبقى باب، هو بالظبط كده. يبقى لما الليجند يتحد مع ريسبتور يحصل تغير في شكل البروتين تتفتح الباب. configuration يعني في الفيجر، في الشكل، change in protein molecule يفتح الباب. طب المفتاح ممكن يبقى من بره external ligand زي الهرمون، او internal ligand زي الكالسيوم والسايكليك ام بي. نيجي اخر حاجه، طب من يعبر في كليهما؟ يعني اهو في الليبيد سبستانس وفي البروتين شانلز. حتى بجاوبها اجابه ما بينساهاش الطلبة عبر الأجيال، من يعبر في كليهما؟ كلاهما، المية الووتر والووتر soluble substance، بس بشرطين. مش معنى شرطين؟ لأنها هيعدي في حاجتين. يبقى المية واللي دايب في المية زي الكربون دايكسايد ده أحسن مثال، بس بشرطين. عشان يعبر في الشانل لازم small molecule weight، وهو اوريدي دايب في المية قلنا، فخلاص في مية هو دايب في المية. وتاني شرط انه يبقى uncharged، دي عاوزة شرح. ليه ما يبقاش عليه charged؟ لان طالب يسألني هو ازاي المية واللي دايب في المية هيعدوا في الليبيد، مع ان خدنا من القواعد ان الزيت والماء لا يختلطان. المية ما بتختلطش مع الليبيد، مع الزيت. ده كان في مثل يقول لك المال والصداقة لا يختلطان كما الزيت والماء. يعني عاوز صاحب واحد تحطش فلوس بينك وبينه كده هتخسره. المال والصداقة لا يختلطان كما الزيت والماء. فازاي الووتر هيعدي في الليبيد مع انه ما بيدوبش في الليبيد؟ يعني هيعدي ازاي هنا؟ فكر، هيعدي ازيف بوليت كأنه طلقة رصاصة. تعرف بسبب الهاي كينيتيك انرجي، ان فيها طاقه جامده قوي. وهديك مثال طفولي، تملي كل شرح طفولي بيخلي الناس تفهم بعمق. امسك بولت رصاصه في ايدك واطرقها، يعني اضربها في الحائط اللي قصادك باقصى قوه. تعدي؟ لا. ليه؟ ما عندهاش طاقه كافيه. حطها في مسدس، في بيستول، واضرب. تعدي بسهوله شديده. ليه؟ ايه الفرق في الحاله الثانيه؟ الهاي كينيتيك انرجي. يبقى عشان الووتر والووتر موليكلز، الحاجات اللي دايبه في الووتر، تعدي في الليبيد، في الليبيد برغم ان الليبيد ما بيدوبش الميه، لازم تعدي كما رصاصه، لازم عندها هاي كينيتيك انرجي، لازم مفيش حاجه تبطئ سرعتها. طب الممبرين كله تشارجز، يبقى لازم هي تبقى انتشارجد حتى لا تقابل نوع من الشحنات مماثل يعمل لها ريبالشن. يبقى كان لازم تبقى سمول موليكول ويت عشان تعدي في الشانل، وعشان تعدي في الليبيد وهي ليبيد انسوليبل هي دايبه في الميه بس، لازم تعدي زي الرصاصه، لازم تبقى عندها هاي كينيتيك انرجي، فلازم تبقى ان تشارجد. ده دره هذه الحصه يا شباب، وهو السمبل ديفيوجن. هقولها تاني في عجاله. حاول شوف الفسيولوجي جميل ازاي لما تفهم يا شباب، جميل قوي قوي لما تفهم. وكارثه لا يعلم مداها احد لما تقعد تحفظ، هتحفظ ايه ولا ايه؟ وعاوز يتفهم حته حته، وبمنطق انه وراء الخلق خالق، وان الفسيولوجي كما الحياه، كل حاجه من الحياه، وان الفسيولوجي بعض من تخيلنا، ان لم نجده لاخترعناه. انا
وحضراتكم أينز واقفين في عجالة قصاد السيل ممبرين اهو. ايه السيل ممبرين ده؟ احنا قلنا عبارة عن ليبيد سابستنس عايم فيها، في اخر جملة قلنا اللي هم ما بيكتبوهاش، كرات من البروتين، البروتين تشانلز. يبقى في ثلاث احتمالات للطالب الذكي، اللي غير ذكي يقول احتمالين، يا في الليبيد سابستنس يا في البروتين تشانلز، لكن في كلايما يا اخي. لو انا ليبيد سوليبل يبقى هدوب في ليبيد، فيما المشكله هي ليبيد وانا ليبيد سوليبل، وكل ما ابقى دايب اكتر الديفيوجن ريت يزيد اكتر، ديفيوجن ريت دايركتلي بروبورشنال سوليبيليتي، دي احسن فرصه. وعشان كده ربنا اداها الاهم ماده، وهي لما قلنا الغذاء والماء والهواء، الهواء الاكسجين، مرور الضوء من الزجاج. اما لو انا ليبيد انسوليبل يبقى ما اصليش غير البروتين شانل، وانتوا بس اللي فاهمين تقلصت الفرصه الواحد على 100. هجيب لكم سؤال ده فيري سلو، يبقى مش دي او دي، دي ثم دي ثم دي، ليبيد سابستنس ثم ليبيد سابستنس ثم ليبيد سابستنس ثم بروتين شانلز. لو ليبيد انسوليبل والشانل ضيقه اللي خلاني ساب الليبيد على اتساعه ورحت للشانل على ضيقها، يبقى لازم ابقى سمول ميكرويف وفيها ميه، يبقى لازم ابقى ووتر سوليبل. واحسن مثال الاينز. طب احنا مجموعه اينز واقفين، ندخل ولا ما ندخلش؟ هيسلكت مين؟ هيختاروا مين؟ سلكت بريمابيلتي، والبوابه مفتوحه ولا لا الجيتنج؟ والسلكت بريمابيلتي تبعا للدايمتر، اهم حاجه الحموله الشيب والتشارجز والجيت، في بوابات نون جيتد وبوابات جيتد، وكيف تفتح الابواب المنصده بطريقتين، يا بالكهرباء فولتج جيتد يا بالمفتاح لايجن جيتد، والمفتاح يتحط يا اكسترنال يا انترنال. ده ايه الروعه دي والنظام ده والجمال ده في الخلق الالهي. ثم من يعبر في كليهما؟ كلاهما الووتر والووتر سولبل بشرطين. ليه شرطين؟ انت فاهم، عشان هتعبر في الاثنين، عشان اعبر في البروتين شانلز مفيش مشكله، فيها ميه انا ميه او حاجات ده، المشكله لازم ابقى سمول موليكولار ويت. المشكله الاعوص والاعمق، ازاي اعبر في الليبيد والميه ما بتدوبش في الليبيد؟ الزيت والماء لا يختلطان كما ايه؟ كما المال والصدقه. يبقى لازم اعبر ازيف ابوليت زي الطلقات، يبقى لازم مفيش حاجه تعوق سرعتي، يبقى لازم ابقى انشارجد. واحسن مثال الكربون دايكسايد. هما بقى في كتبكم ساعات يعملوا ايه يا اولاد؟ امسكوا بقى المايه بتعدي ازاي؟ CO2 ازاي؟ اوكسجين ازاي؟ يعني ياخدوا المواد مش ياخدوا الطرق، حاجه في منتهى، بلاش اوصف ما بحبش الكلام ده، حاجه في منتهى خلينا نقولها عدم الذكاء. ده المواد بالملايين في 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 العالم، الاحسن تقول الطرق وكل ماده تفكر هتعديها ازاي. فدي الطريقه المثلى لاجابه السؤال النظري او ام اس كيو. وفي الاخير ابنائي الاعزاء اكرر كل مره شكري لانه بتدوني وقتكم، واتمنى ان انا اكون فعلا يعني بسبب لكم فائده وحبيتوا الفسيولوجي وهتبقوا دكاتره عظماء باذن الله. وافتخر بيكم، تملي بقول الجمله ان زملاء اليوم تلاميذ الامس، وبنبسط اكتر لما 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 بقول لكم دلوقتي ان تلاميذ اليوم باذن الله باذن الله زملاء الغد. واحب يعني يعطيني الله عمرا عشان اقول هل كنتوا بالعكس زملاء اليوم ما تبقوا زملاتي كانوا تلاميذ الامس. Thank you for your good listening، وعلى حسن انصاتكم ان ما حدش فيكم عمل اي ازعاج طبعا متاكده، وما حدش حتى قال لي نعيما على الحلقه انما زي بعضه هتصور انكم قلتوا لي. وتاني بليز الام اس كيو يا اولاد ذاكروها كويس قوي يعني، وتمتحنوا وتحل. انا مش لازم، انت مش اطفال، انا مش رقيب عليكم، وانت بتعرف الاجابات تدي روحك نمره، لقيت نفسك بتاخد 5 انت في الخط الصح، 4 حلو بس مش ممتاز، 4 80% الامتياز من 85، اقل من 4 ناجح، 3 تحت 3 انت مش هتنجح. وهتقول لي طب الامتحان صعب جدا، اه صعب لانك بتعمل في حته صغيره، لكن الامتحان النهائي هيبقى في كله، فدي بتعادل دي. لما بتعمل في حته صغيره بيبقى الامتحان صعب، ومش عاوز اضيع لك وقتك في اسئله سهله، دي اسئله اصعب. فبليز الامتحان مهم جدا. ومره اخرى تسمعني توايس، مرتين، مره وتكتب الاسئله وتتمتع بالحصه، ومره passive learning في وقت ضائع، ما بقولكش اسمعني في تستقطع وقت مهم في
في وقت ضائع، ولم يبقى إلا الدعاء والتوفيق، وفقكم الله.